السياحة واحدة من أهم مصادر الدخل القومي المصري، وحاليا النظرة ليها مختلفة تماما عن السنين اللي فاتت. المستهدف منها حاليا مختلف عن أي فترة فاتت. يا ترى إيه اللي بيحصل في ملف السياحة؟ والدولة مستهدفة تحل جزء من أزمتها الدولارية من السياحة إزاي؟ بانكير نبض البنوك. في الدول الغربية واللي ما عندهمش شيء لا يذكر من الإرث الأثري والثقافي زي اللي موجود عندنا، السياحة بتعتبر شريان هام من شريان الدخل القومي للعملة الأجنبية في بلادهم، والدول بتعتمد عليها اعتماد رئيسي في توفير حصيلة دولارية كبيرة للدخل القومي للبلاد عندهم. وده اللي بدأت تشتغل عليه الحكومة مؤخرا لما استعانت بعقلية اقتصادية زي أحمد عيسى، واللي كان شغال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي من عام 2016 علشان يتولى مقاليد الوزارة، خاصة أن مجلس الوزراء عمل أكتر من اجتماع مع المستثمرين وأصحاب القرى السياحية، واللي أكدوا أن أغلب مشاكلهم قايمة على رفض البنوك لمنح تمويلات ليهم للقيام بأعمال البنية التحتية والإصلاح في القرى السياحية والفنادق. من هنا جه التفكير في الاستعانة بخبرة مصرفية يكون علاقته كويسة بالبنوك لحل مشاكل المستثمرين وأصحاب القرى السياحية والفنادق مع البنوك، ويكون أداة وصل ما بينهم للوصول لاتفاق لقيام الفنادق بأعمال البنية التحتية في الفنادق واللي بقالها سنين طويلة ما فيهاش أي عمليات تجديد أو إحلال، خاصة أن أغلب البنية التحتية بالفنادق والقرى السياحية اتأثرت بشكل كبير بعد ثورة يناير 2011 وثورة 30 يونيو وأحداث انتشار كورونا المستجد، واللي أغلب الفنادق قفلت أبوابها، وبالتالي الفنادق دي أهملت أعمال البنية التحتية والتجديد والتحديث والتطوير. طب إيه اللي بيحصل دلوقتي في قطاع السياحة؟ بشير نجاح وزارة السياحة في حل المعادلة الصعبة بدأت تظهر مع أول سنة لوزير السياحة اللي جاي من قطاع مصرفي، خاصة أنه نجح والأول مرة في كسر الرقم القياسي المسجل سنة 2010 والمعروف إعلاميا بعام الذروة السياحية، واللي حققت فيه مصر 14.6 مليون سائح، واللي كان معروف بالعام الأعلى في الإيرادات السياحية. نجحت مصر في تحقيق 14.9 مليون سائح في عام 2023، خاصة أن مصر كانت بتستهدف تحقيق رقم أكبر من كده، لكن الأحداث والحروب الموجودة في الدول اللي كانت المصدر الرئيسي للسياحة المصرية أثرت على السياحة بشكل كبير. طب الدولة بتعمل ايه علشان تعظم ايرادات السياحة اكتر من كده ومستهدفة ايرادات كام من القطاع؟ الحكومة حاليا حطت خطة لتحقيق 30 مليون سائح وتحقيق 30 مليار دولار في 2028، وحطت خطة كمان الوصول ل 430 الف غرفة فندقية بحلول 2028 لاستيعاب الزيادة في اعداد السائحين المتوقعين وصولهم لمصر الفترة اللي جاية. بدأت كمان تسمح لسلاسل الفنادق العالمية للدخول والاستثمار في بناء الفنادق، ده غير فتح الاستثمار السياحي في مناطق متعددة زي راس الحكمة وغيرها من المناطق موجودة حاليا. أنا شكرا أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.